نفسي دكتور احمد فريد مدرس الاناتومي في كليه الطب جامعه عين شمس. يبقى اذا عنوان محاضره النهارده هيبقى الديفيجنز اوف ميدياستاينم، بصفه عامه كده نعرف الميدياستاينم بتاعنا متقسم ازاي، ونشرح ان شاء الله بالتفاصيل البريكارديوم بتاعنا، اناتومي اوف ذا بريكارديوم ريجاردنج الاستراكشر بتاعه والبلاد سبلاي والنيرف سبلاي والابلايد اناتومي كمان ان شاء الله. نبدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الصوره اللي انا شايفها دي صوره الثوراسيك كيج بتاعنا. نحب كده نقول البيانات بسرعه، ديت الكلافيكل، ده الفيرست ريب بتاعنا ودي الاسترنم، وادي كل الريبس بتوعنا، وانا باصص لاترال فيو تو ذا ثوراسيك كيج، ولاحظ معايا ان اللي فوق دي هي الثوراسيك انلت، وان اللي تحت ده اللي باللون الاورنج ده هو الدافرام، واللي ورا ده هي الثوراسيك فيرتبري. فمعنى كلمه ميدياستاينم يعني ايه يا شباب؟ ديفينيشن اوف ميدياستاينم، بمنتهى البساطه الميدياستاينم هو السنترال بارتيشن which separates the two laterally placed lungs within their pleural cavities. كلنا خدنا في الانترودكشن السيروس ساكس، وعرفنا ان كلمه سيروس ساك معناها الاكياس الزلاليه او الاكياس المصليه. انا عندي رايت لانج، ده كات سيكشن يا شباب، عندي رايت لانج وعندي ليفت لانج، وادي الاسترنم قدام، وادي فيرتبرا من الثوراسيك فيرتبري ورا. اللنج موجوده جوه البلوره بتاعتها، واللنج الثانيه موجوده جوه البلوره بتاعتها، فهيبقى البارتيشن اللي في النص اللي بين التو لنجز بالبلوره الكافيتز هو اسمه ميدياستاينم. كلمه ميديا يعني ان بتوين، وستاينم يعني تو كافيتز او تو ستراكشرز. فانا عندي لاترال الرايت لنج ولاترال الناحيه الثانيه الليفت لنج، واضح جدا ان انا عندي بارتيشن في النص اللي باللون الاخضر في الصورتين اسمه ميدياستاينم. كل الفراغ اللي مالي او كل الجزء اللي موجود بين التو لانجز الاثنين مع بعض، ويحتوي جميع الاستراكشرز اوف ذا ثوركس اللي تخطر على بالك ما عدا طبعا التو لانجز بتوعنا. طيب ناخد بالنا كده، هو بيمتد منين لفين؟ بالعقل كده من فوق لتحت، هيبقى بيمتد من اول الثوراسيك انلت لحد الديافرام بتاعنا. يبقى كل اللي بالاخضر ده هو الميدياستاينم بتاعنا بعد ما شلنا التو لانجز، طبعا هو موجود بين التو لانجز، بيمتد من اول الثوراسيك انلت من فوق لحد الدايفرام. So this is the vertical extension of the mediastinum. اما الانتروبوستيريور اكستنشن فطبيعي جدا هيبقى between the sternum and the bodies of all thoracic vertebrae من رقم 1 لرقم 12. اظن ده ديفينيشن ما فيهوش مشكله خالص، والصوره واضحه ولذيذه، والدنيا المفروض ماشيه كويس وتمام. طيب هنقسم الميدياستاينم ده ازاي يا دكتور؟ دي نفس الصورة بس أنا زودت فيها الهارت بالبريكارديوم بتاعه، وقمت عامل خط تخيلي كده عدى بالعرض. فبيقول لك by imaginary plane يمر between the sternal angle، يعني الحتة اللي بين المانوبريم sternae and the body of the sternum anteriorly and posteriorly، بيمر باللور border of fourth thoracic vertebra، يعني من تحت تي 4 ومن قدام من عند الاسترنال انجل. الخط ده قسم لي كل الميدياستاينم انتو سوبيريور ميدياستاينم اند انفيريور ميدياستاينم. اتفقنا؟ قسم لي الميدياستاينم انتو سوبيريور ميدياستاينم اللي هو بين المانوبريم استرناي والثوراسيك فيرتبرا من 1 2 و3 و4، اند انفيريور ميدياستاينم اللي هو بقيه الميدياستاينم كله. قال لك بقى الانفيريور ميدياستاينم بسبب وجود الهارت بالبريكارديوم بتاعه في النص اتقسم لثلاثه ميدياستاينم من قدام لورا: anterior ميدياستاينم، middle ميدياستاينم containing the heart with its great blood vessels and posterior ميدياستاينم. يبقى تاني كده يا شباب، عندي imaginary plane اترسم بالعرض بين اللور border of T4 vertebra and the sternal angle، قسم لي الميدياستاينم into superior ميدياستاينم and the inferior mediastinum. موجود بين الرئتين بتوعنا ال heart and its pericardium. أما قسم لي ال inferior mediastinum into anterior mediastinum anterior to the heart and the middle mediastinum which contains the heart and its blood vessels and the posterior mediastinum اللي هو posterior to the heart. ماشي يا شباب؟ طبعا ده سؤال لذيذ جدا، ايه الباوندرز بتاعت كل بارت؟ بالعقل كده هتقول لي والله يا دكتور السوبيريور mediastinum من قدام في المانوبريم استرناي، من ورا في الاربعه ثوراسيك فيرتبري، من تحت في الايماجيناري بلين اللي احنا رسمناه، من فوق في الثوراسيك انلت. خلصت.
طب بالنسبه للانفيرو ميدياستاينا الانتيريور يا شباب، الباوندريز بتاعته الدايفرام من تحت، الايماجيناري لاين من فوق، البودي اوف ذا ستيرنم مع الزيفويد بروسس من قدام، الهارت اند اتس بيريكارديوم من ورا. يبقى ده الانتيريور ميدياستاين. طب الميدل ميدياستاينم ده الهارت بالجريد بلاد فيسلز اللي فيه. طب البوستيريور ميدياستاينم ايه الباوندريز بتاعته؟ من فوق الايماجيناري بلين، من تحت الدايفرام، من قدام الهارت بالبريكارديوم بتاعه، طب من ورا لور 8 ثوراسيك فيرتبري اللي هي 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12. اظن سهله جدا. هطمنكم يا اولاد ان الكونتنتس بتاعت كل ميدياستاينم هناخدها لما نيجي نتكلم عن البلاد فيسلز والنيرفز والليمفاتكس والتيوبس بتاعت الثوراكس في اخر الثوراكس ان شاء الله. انا مش حاسس ان هيبقى ليها فايده قوي ان احنا نقعد نسمع في كونتنتس من دلوقتي واحنا مش عارفين اصلا الكونتنتس دي ايه الروت فاليو بتاعها وجايه منين والكورس بتاعها عامل ازاي وريليشنز عامله ازاي. زي طريقتي دايما بحب اخلي الكورسز بريليشنز لما تلم الخيوط كلها في ايدك مع بعضها. فان شاء الله هناخد الكونتنتس بتاعت كل ميدياستاينم فيما بعد، ما عدا دلوقتي هتكلم على الميدل ميدياستاينم الذي يحتوي على البريكارديوم والهارت والجريد بلاد فيسلز اللي داخله وخارجه من الهارت، وبالتحديد هتكلم في المحاضره دي على البريكارديوم بس. بص كده يا شباب، ايه البريكارديوم ده؟ ما هو البريكارديوم؟ قال لك البريكارديوم اتس فايبرو سيروس ساك، يعني فيها جزء فايبرس وجزء سيروس. سراوندينج ذا هارت اند ذا روتس اوف جريد بلاد فيسلز. اولا فايبرو سيروس ساك، يبقى انا عندي اثنين بريكارديوم. The outer tough layer fibrous layer اسمها fibrous pericardium، اللي ممثلة على الصورة هنا في السجيتال سيكشن اللي انا شايفه ده باللون اللبني او الازرق ده اللي انا ماشي عليه بالسهم ده، ايه fibrous pericardium ده بيحدد لي الباوندريز اوف ذا ميدل ميدياستاينم. يعني كل ما هو انسايد هذا الكيس اللي باللون الازرق الفايبرس تيشو هو ده الكونتنتس اوف ذا ميدل ميدياستاينم. هايل يا دكتور، جميل. امال التاني اسمه ايه؟ سيروس ميدياستاينم، سيروس بيريكارديوم سوري. يبقى ده كله فايبرس بيريكارديوم اللي باللون الازرق، اما اللي باللون الاحمر ده هيبقى مين؟ سيروس بيريكارديوم. عباره عن ايه سيروس بيريكارديوم؟ اول تعريف ليه قال لك اتس كلوزد سيروس ساك. بص معايا على الصوره اللي تحت على الشمال دي، ادي الساك بتاعتنا، كيس مقفول، كيس مقفول ما فيهوش اي فن، يحتوي على سيروس فلويد. الكيس المقفول ده الهارت قام جاي من وراه وقام عامل له انفيجن. ايدك دي تمثل الهارت وهو داخل في الامبريولوجي بيعمل انفيجن للسيروس بريكارديوم بتاعنا من ورا، فقام مخلي الكيس ينضغط بالمنظر اللي انت شفته ده، فبقى عندي طبقتين، طبقه لازقه على كف ايدي اهي او لازقه على القلب بمعنى اصح، اسمها visceral layer of the serous pericardium it's adherent to the heart، وعلشان هي adherent to the heart بيسموها epicardium of the heart، يعني كانها طبقه على الهارت. اللاير الثانيه هي شباب شايفينها لاير بعيده عن القلب، ما هياش لازقه على القلب، وفي نفس الوقت هتبقى مبطنه للفايبرس بريكارديوم من جوه، هيبقى اسمها parietal layer، الطبقه الجداريه، الطبقه الايه؟ الجداريه، زي ما خدنا كده زمان في الامبيرولوجي الميزوديرم بتاعنا visceral layer and parietal layer lines the inner surface of the fibrous pericardium. بيقول لك الاثنين layers are continuous around the roots of the great vessels. طبيعي جدا، بص كده للvisceral layer اول ما اوصل للgreat vessels فوق هلاقيها continuous مع البارايتال layer بترفليكت عشان تبقى بارايتال، ومن الناحيه الثانيه من ورا ادي الvisceral layer هترفليكت علشان تبقى بارايتال layer. يبقى سمينا الطبقه الحمراء الاولانيه الرفيعه دي visceral layer اللي يبص معايا على الصوره كده وانا ماشي على القلب علشان لازقه على القلب، اسمها visceral layer. كويس؟ وقامت ماشيه عملت ريفليكشن لما وصلنا لنهايه القلب من فوق او للروتس اوف ذا جريت بلاد فيسلز علشان اعمل لايننج، عشان اعمل بطانه للفايبرس بريكارديوم، ويبقى اسمي بارايتال بريكارديوم، بطانه، بطانه للفايبرس بريكارديوم بتاعي. يبقى بمنتهى البساطه الصوره اللي تحت على الشمال دي ده السيروس بريكارديوم فقط. لو عايز ارسم عليه ال
فايبرس بريكارديوم هقوم عامل كده، هقول والله يا دكتور انا هقوم جايب صف ساك فايبرس تيشو اسمها فايبرس بريكارديوم، هقوم معبي فيها القلب كده. يبقى اللي بالازرق بره دي بقى اسمها ايه يا ولاد؟ This is the fibrous pericardium. Tough layer، عاملة شبه ما تكون كيسة جلد داخل جواها الهارت within its serous pericardium. فبقى عندي طبقة لازقة على القلب اسمها visceral layer، وقامت عاملة reflection حتى تبطن الفايبرس بريكارديوم من الداخل، بقى اسمها بارايتال لاير. وخد بالك ان الفيسرال لاير از كونتينوس مع البارايتال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم ات ذا روتس اوف ذا جريت بلاد فيسلز. واضحه يا شباب؟ اتمنى تكون واضحه. ماشي، عايز تقول لنا ايه بعد كده يا دكتور؟ هناخد كلمتين بس على الفايبرس بريكارديوم. انا لسه قايل لك ان هو عامل زي ايه؟ عامل زي ما يكون كيس جلد متعبي جواه الهارت بالفيسرال بريكارديوم. فهو بيقول لك كون شيبد ساك، كيسه جلد. بص كده على الكيسه اللي باللون الازرق ده، الكيس الخارجي اللي باللون الازرق ده عامل شبه الامه، كون شيبد كيس جلد. سهله كده، كون شيبد كيس جلد، هنغنيها بعد كده. وات از ذا فايبرس بريكارديوم؟ اتس ا كون شيبد كيس جلد، متعبي جواه الهارت بالسيروس بريكارديوم بتاعه. من فوق الايبكس بتاعته محوطه الجريت بلاد فيسلز and adherent to the wall of the blood vessels. انا مش هحفظ حاجة، انا عايزك تبص على الصورة. هتقول لي الابكس بتاعت الفايبرس بريكارديوم طبيعي يا دكتور انها تبقى واصلة للبلود فيسلز من فوق اللي داخلة وخارجة من القلب وتبقى لازقة فيها. ما هو القلب متعبي جوه الكيس ده، فلازم القمة بتاعت الكيس ده تقفل على البلود فيسلز زي ما انت شايف. جميل. من تحت هتلاقي البيز بتاع الكيس الجلد ده adherent او fused with the central tendon of the diaphragm، ويضطر الانفيريور فينا كافا وهو جاي من تحت معدي في السنترال تندون اوف ذا دايفرام يخرم البريكارديوم ده علشان يوصل للرايت اتريوم. اتس فيري لوجيك ان البيز اوف ذا فايبرس بريكارديوم تبقى بيرسد باي ذا انفيريور فينا كافا. جميل. اون ايذر سايد هتلاقي الفايبرس بريكارديوم محضون باللنج، بالميديال سيرفيس بتاع اللنج اليمين والميديال سيرفيس بتاع اللنج الشمال، وتلاقي ماشي عليه بلاد فيسلز اسمها بريكارديوفرينيك بلاد فيسلز اللي طالعه من الانترنال ثوراسيك ارتري، بريكارديوفرينيك بلاد فيسلز. وتلاقي النرف اللي بالاصفر اللي نازل على الناحيه اليمين ده رايح يغذي الدافرام، والنرف الثاني اللي بالاصفر اللي نازل على الناحيه الشمال ده رايح يغذي الدافرام، اسمهم رايت فرينيك نرف اند ليفت فرينيك نرف. تلاقيهم لازقين على البريكارديوم من بره كده ونازلين عليه. ماشي يا شباب؟ اما انتيريورلي هتلاقي اللنج والبلورا هيحضنوا البريكارديوم من قدام ويغطوا جزء منه كده، وبيبقى فيه كمان الاسترنم. وتلاقي البريكارديوم ده is attached to the back of the sternum باتنين ليجامنت اسمهم sternobericardial ligament. يا دكتور ارسمهم لنا على الصورة اهو. This is the superior sternobericardial ligament and this is the inferior sternobericardial ligament. ايه رأيكم؟ اهو يا ولاد. This is the superior sternopericardial ligament and this is the inferior sternopericardial ligament. They are supporting the pericardium and fixing the pericardium عشان يدوا support للهارت. يبقى من قدام the pericardium is related to the sternum and attached to the back of the sternum by two sternopericardial ligaments. أما من ورا طبيعي جدا انه يبقى ريليتد للاستراكشرز اللي موجوده في البوستيرو ميدياستاينم. هقول منها اتنين بس، الاسوفيجاس والديسيندنج ثوراسيك اورتا، لحد ما نبقى ناخد الباقي بعد كده ان شاء الله. يعني اذا يا اولاد لو عايز اكمل رسمه الاورتا، بص كده ده الاسندنج اورتا، هيقوم عامل لي الارش اوف ذا اورتا بالمنظر ده. ماشي يا شباب؟ اهو. ويقوم نازل الثوراسيك اورتا ديسيندنج بالمنظر ده اهو. مفيش اجمل من كده. يبقى اذا الفايبرس بريكارديوم related posteriorly to the descending thoracic aorta and to the esophagus، الحاجتين اللي موجودين في البوستيريور ميدياستاينال. ماشي يا شباب؟ لاحظ حاجه بقى لذيذه. انا قلت لك ان البلورا واللنج بيقوموا متنيين كده يغطوا شويه من البريكارديوم على الناحيه اليمين، لكن من الناحيه الشمال تلاقي الليفت لانج فيها نوتش، فيها حته ناقصه اسمها كاردياك نوتش.
تخلي لي في جزء عريان من البريكارديوم والهارت في الحته دي بالتحديد، بين الكوستال كارتريج رقم 4 ورقم 6. بين الكوستال كارتريج رقم كام؟ رقم 4 ورقم 6. يقول لك الحته اللي فيها النوتش بتاع اللانج ده مفيش ورا الكوستال كارتريجز رقم 4 و5 و6 جنب الاسترنم اي حاجه تبعدك عن البريكارديوم، عشان كده بنسمي النقطه دي بير اريا اوف ذا بريكارديوم. النقطه دي اسمها يا اولاد بير اريا اوف ذا بريكارديوم. وات از ذا بير اريا اوف ذا بريكارديوم؟ اقول لك والله يا دكتور ده جزء من البريكارديوم anteriorly not covered by lung ولا بلورا due to the deviation of the anterior border of left lung away from the pericardium. تاني اللفت لانج بالليفت بلورا بتنحرف بعيدا عشان تعمل نوتش اسمه كاردياك نوتش، عشان تدي فرصه للقلب اللي هو دايركتد تو ذا ليفت يقعد في النوتش ده. فالحته دي اللي من القلب متغطيه بالبريكارديوم مفيش حاجه مغطي عليها، يعني مجرد ما افتح الثوراسيك وول من هنا هلاقي قدام البريكارديوم على طول. يبقى دي اسمها ايه؟ بير اريا اوف ذا بريكارديوم، وهعرف الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعها مع الابلايد اناتومي في اخر المحاضره. طب يا دكتور تو سمرايز السلايد دي، حضرتك عايز تقول لنا ايه؟ عايز اقول لك ان الفايبرس بريكارديوم عامل شبه الام، كيس جلد عامل شبه الام، القمه بتاعته من فوق ماسكه في البلاد فيسلز اللي داخله وخارجه من القلب، القاعده بتاعته من تحت فيوزنج وذ سنترال تندون ومخرومه بالانفيو فيناكافا اللي رايح يصب في الرايت اتريوم. انتيريورلي ريليتد للباك اوف ذا ستيرنم وماسك فيه باتنين ستيرنو بريكارديال ليجامنت، واحد فوق واحد تحت. بوستيريوري ريليتد للبوستيريو ميدياستاينم بالحاجات اللي فيه اللي هي ال descending thoracic aorta and esophagus، والحاجتين دول فاصلين القلب عن الثوراسيك فيرتبري. ماشي يا شباب؟ وقلنا في الاخر ان في جزء كده على الشمال جنب الاسترنم من بين الكوستال كارتريج رقم 4 للكوستال كارتريج رقم 6 في حاجه اسمها بير اريا اوف ذا بيريكارديوم. هذه المنطقه ليست مغطاه ولا اللنج ولا البرولا جايين يغطوا عليها، وهنعرف اهميتها بعد شوي. طب تعالى بقى كده نتكلم على السيرس بريكارديوم. انت قلت لنا ايه عليها يا دكتور؟ قلت لنا والله ان في فيسرال لير لازقه على الهارت مباشره، وبعدين تروح من فوق من قدام تعمل ريفليكشن عشان تبقى بارايتال لير، ومن ورا تعمل ريفليكشن عشان تبقى بارايتال لير. علشان كده يظهر قدامي حاجه اسمها بريكارديال ساينسز. مش عايزكم تتعبوا نفسكم قوي في البريكارديال ساينسز دي وتحسسوني انها نهايه الكون، ان انا مش متخيل البريكارديال ساينس. بمنتهى البساطه يا اولاد الصوره اللي انا شفتها من شويه كان فيها البريكارديوم عامل كده، السيرس بريكارديوم كان عامل كده صح، والقلب بمنتهى البساطه كان جوه السيرس بريكارديوم كده. فقلت لنا والله يا دكتور الطبقه اللي لازقه على القلب مباشره اسمها فيسرال لير، واما بتعمل ريفليكشن من هنا وريفليكشن من هنا يبقى اسمها بارايتال لير. كويس هايل. بص معايا بقى، يبقى انا عندي حتتين بيحصل فيهم ريفليكشن. The parietal layer of the serous pericardium is continuous with the visceral layer of the serous pericardium around the roots of the great vessel. زي ما انت شايف هنا كده بيبقى في ريفليكشن من قدام وريفليكشن من ورا. يعني لو تخيلت بقى ان الدايره دي قلب بجد، قلب مكتمل النمو، هيبقى في ارترز قدام وفي فينز ورا، فهيبقى في ريفليكشن من قدام وريفليكشن من ورا. اول حته فيها ريفليكشن للفيسرال بريكارديوم عشان يبقى بارايتال بريكارديوم بتبقى اراوند ذا ارترز اللي هو البالمونري ترانك اند اسندنج اورتا. الاورطة والبالمونري ترانك، يعني تخيل معايا كده ان في هنا فيسرال بريكارديوم يقوم لافف وجاي لقدام عشان يبقى بارايتال بريكارديوم. يبقى هنرسم هنا يا اولاد ايه؟ هنرسم ايه؟ الاورطة والبالمونري ترانك، وهنقوم راسمين ورا البالمونري فينز ماشي اهي، والانفيريور فينا كده. فيقول لك من ورا بقى مور بوستيريور اللي هيبقى فيه ريفليكشن تاني around the four pulmonary veins and the inferior superior vena cava عشان يرفلكت، عشان يرفلكت ويبقى برايتال بريكارديوم. اتفقنا يا شباب؟ يعني الصوره دي جايه ازاي يا دكاتره؟ بص معايا وركز، الصوره دي هايله.
انا قطعت القلب من الفيسلز بتاعته ورميتها بره، وشلت القلب بالفيسرال بريكارديوم، واتبقى ايه من الفيسرال بريكارديوم؟ الحته اللي كانت هتحود عشان تبقى برايتال من هنا، والحته اللي هتحود عشان تبقى برايتال من هنا. قال لك الريفليكشن التاني اللي هو بيحود عند البالمونري فينز عشان يبقى برايتال من ورا، هو ده اللي عامل زي حرف الجي، هو ده الاوبليك ساينس. الباوندرز بتاعته زي ما انت شايف من فوق الريفليكشن يا دكتور، يعني مقفول، حاجه اسمها كالدي ساك، دهليز مقفول، حجره مغلقه. اما من على الجنبين عندي هنا الرايت بالموناري فينز مع السويم فيو فينا كافا، وعندي هنا الليفت بالموناري فينز. طب ومن تحت؟ مفتوح يا دكتور، ما فيهوش حاجه، وهنبص عليه حالا على جثه وهتلاقيه هايله وهتفهموه. اما الترانسفيرس ساينس فهو بمنتهى البساطه، هو الفراغ اللي بين الانتيريور ريفليكشن اند بوستيريور ريفليكشن اوف ذا فيسرال بريكارديوم، يعني في من قدام الاورطه والبالموناري ترانك، ومن ورا السوبيو فينا كافا والبالموناري فينز. يعني لما احط صباعي بوستيريور تو اسندنج اورتا عند بالموناري ترانك، يبقى انا كده موجود في الترانسفيرس ساينس. مش فاهمين حاجه يا دكتور ولا يهمك، خش على الصوره اللي بعدها. القلب اهو يا ولاد، دخل جوه مين؟ دخل جوه السيروس بريكارديا، واللي بالاخضر بره ده مين؟ ده الفايبرس بريكارديا. فعندي هنا ارترز، وعندي المفروض ورا فينز هنا كده. فقال لك الفيسرال بريكارديوم من قدام هيقوم عامل ريفليكشن من عند البلاد فيسلز من قدام عشان يقلب ويبقى بارايتال. طب من ورا هيروح عند البالمونري فينز والسوبيو فينين فيهم فينا كاف عشان يقلب ويبقى بارايتال. لو حطيت صباعك في هذا الفراغ، في هذا الخط، في هذه المنطقه، يبقى انت كده موجود في الفراغ اللي بين الريفليكشن اللي قدام البلاد فيسلز اللي هي الارترز، وبين الريفليكشن اللي ورا اللي اراوند الفينز. يبقى المنطقه دي اللي بين التو ريفليكشنز هي مين؟ هي الترانسفيرس ساينس. قال لك ولو دخلت هنا بسهم كده، شايفين الخط ده دخل ازاي؟ دخل تحت القلب، هيفضل طالع لفوق طالع لفوق، هيلاقي الدنيا سد قدامه، هيلاقي حاره سد. يبقى ده الاوبليك ساينس. الاوبليك ساينس ليه حاره سد؟ عشان انا ماشي تحت الفيسرال بريكارديوم وفوق البرايتال بريكارديوم، هطلع فوق لحد صباعي ما هيتزنق في الريفليكشن ده. يبقى بمنتهى البساطه انا عندي تو ريفليكشنز، يلا نكتبها كده عشان نحفظ مع بعض، تو ريفليكشنز ماشي، واحد اراوند ذا ارتريز رايح قدام عشان يبقى برايتال بريكارديوم، واحد ورا حوالين الفينز عشان يلف ويبقى برايتال برضه بريكارديوم. الريفليكشن الوراني هو شخصيا الاوبليك ساينس، اما الفراغ اللي بين التو ريفليكشنز هيبقى الترانسفيرس ساينس. طب الفراغ يا دكتور اللي جه بين التو ريفليكشنز ده جه ازاي؟ هو القلب ده كان عامل ازاي في الامبريولوجي؟ بص الصوره اللي تحت دي هايله. القلب قبل ما يبقى قلب كان عباره عن انبوبه، والانبوبه دي دخلت جوه البريكارديوم من ورا، فبقى في فيسرال بريكارديوم كونتينوس مع البرايتال اهو. كان في ناحيه من الانبوبه هتديني ارترز، وناحيه من الانبوبه هتديني فينز. هذه الانبوبه لفت على بعضها وانتنت بطريقه او باخرى، هناخدها في الامبريولوجي الاسبوع الجاي ان شاء الله. فبقت عامله زي حرف اليو زي ما انت شايف كده، وقامت مقفوله على بعضها عشان تعمل القلب. فبقى في هنا طرف الانبوبه في ارترز، وطرف الانبوبه من هنا في فينز. فانا لما احط صباعي في هذه النقطه بالتحديد، يبقى انا كده فين؟ في الترانسفيرس ساينس بين الارترز وبين الفين. ماشي يا شباب، وهنفهمها بطريقه اكتر ان شاء الله لما ناخد الامبريولوجي. فانا مش عايزكم تصدعوا دماغكم على الفاضي وتبقى عقده حياتكم انك تعرف فين الترانسفيرس ساينس والاوبليك ساينس. خش يا باشا على اللي بعدها. ايه الصوره الهايله دي؟ الله يا دكتور، ده هارت موجود ان بليس في الميدياستاينال، المفروض انه كان متغطي بالفايبرس بريكارديوم اللي متبطن بالبرايتال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم. الدكتور احمد عمل ايه؟ قام قاصص بالمقص داير ما يدور، فتح شباك في الفايبرس بريكارديوم وقلبه لبره كده، واخد بالك؟ فتحت شباك بالمقص وقلبت الفايبرس بريكارديوم لبره كده، يبقى المقلوب بره ده مين؟ الفايبرس بريكارديوم، قلبته كده بره.
ومتغطي بمين؟ ده الفايبرس بريكارديوم بالبارايتال لاير بتاعه السيروس بريكارديوم. يبقى مين البريكارديوم اللي لازق على الهارت هنا اللي مش مبين لي البلاد فيسلز اوف ذا هارت؟ برافو عليكم، الفيسيرال بريكارديوم. يبقى ده الفايبرس بريكارديوم مع البارايتال لاير ريفلكتد من قدام خلاص ورميته بره، بقيت اللي انا شايفه ده الفيسيرال. عندي هنا البالمونري ترانك والاسندنج اورطة عليهم فيسيرال ماشي، وراهم هتبقى الترانسفيرس ساينس. امال يا دكتور لو حطيت ايدي تحت القلب، لو حطيت ايدي تحت القلب ودخلتها في الفراغ اللي تحت ده، الله ده الفيسرال لاير بتاعت البريكارديوم من ورا كانت ماشيه مع القلب لحد ما وصلت لاخره فوق وعملت ريفليكشن عشان تنزل تبقى برايتال على البوستيرير وول اوف ذا فايبرس بريكارديوم. لما تحط انت ايدك او المقص او صباعك ورا القلب بالمنظر ده هتلاقي ايدك اتزنقت فوق عند الريفليكشن اللي كان عامل كده، عند الريفليكشن اللي كان عامل كده. انا حطيت ايدي هنا كده تحت القلب قامت مزنوقه فوق، فبقى بيقول لك الاوبليك ساينس از كالديساك، يعني زنقه، يعني طريق وحاره سد. اما تخش كده من ورا يبقى ايه؟ هتطلع فوق تلاقي نفسك اتزنقت عند هذا الريفليكشن. يبقى بمنتهى البساطه بكرر تاني، عندي اتنين ريفليكشنز، واحد من قدام من عند الارتريز عشان يبقى برايتال، واحد من ورا من عند الفينز عشان يبقى برايتال. الفراغ اللي بينهم الاثنين عشان القلب كان انبوبه وانتنت بقت زي حرف اليو بقى اسمه ترانسفيرس ساينس. اما الريفليكشن اللي وراني شخصيا لو حطيت ايدي فيه بقى اسمه ايه؟ اوبليك ساينس. اتمنى تكون واضحه. نيجي دلوقتي يا اولاد على اخر حاجه ظريفه كده قبل ما نخش في الابلايد اناتومي، ايه البلاد والنيرف سبلاي اوف ذا بريكارديوم؟ انتوا اللي هتقولوه. فاكر لما كلمتك على الفايبرس بريكارديوم وقلت لك ماشي على يمينه بيريكارديو فرينيك ارتري بتاع الانترنال ثوراسيك وماشي على شماله بيريكارديو فرينيك ارتري اند فينز بتاعت الانترنال ثوراسيك؟ تلاقي اه يا دكتور. يبقى سو ذيس ار ذا بلاد سبلاي ارتيريال ماسكولو فرينيك بيريكارديو فرينيك اند سيننج ثوراسيك اورطه من ورا. طب الفينس درينج هيجمع نفسه ويروح للازايجس سيستم اللي هو بتاع كل الاستراكشرز اوف ذا ميدياستاينال. هايل. طب النيرف سبلاي، والله يا دكتور حضرتك قلت لنا في نيرف ماشي على اليمين اسمه رايت فرينك نيرف ونيرف تاني ماشي على الشمال اسمه ليفت فرينك نيرف. يبقى النيرف سبلاي از رايت اند ليفت فرينك نيرف. بس خد بالك الرايت والليفت فرينك نيرف دول لازقين على الفايبرس بريكارديوم فبيغذوا الفايبرس بريكارديوم والبارايتال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم. خلي بالك عشان دي قاعده اللي هتمشي معايا حتى في البلوره، دايما الفايبرس والبارايتال لاير بتاعت السيروس بيبقوا سنسيتيف تو بين، سنسيتيف تو بين علشان بياخدوا من سوماتيك نيرفز اللي هو الرايت والليفت فرينك. اما الفيسيرال لاير اللي لازقه على القلب فهتاخد نيرف سبلاي مع القلب شخصيا يعني اوتونوميك نيرف سيستم، وبتبقى بالمناسبه انسنسيتيف تو بين يعني ما بتحسش بالوجع. يعني لما بيبقى في التهاب في البريكارديوم مين اللي بيحس بالالتهاب ده؟ البارايتال لاير اند فايبرس بريكارديوم عشان they are supplied by phrenic nerves. لما نيجي ناخد البلورا ان شاء الله هيقول لك والله البارايتال بلورا بتحس بالوجع علشان واخده من سوماتيك نيرفز، اما الفيسرال بلورا ما بتحسش بالوجع عشان واخده باوتونوميك نيرفز. لذيذ جدا. تعالوا كده على ثلاث نقط ابلايد اناتومي في اللذيذ. قال لك لو حصل انفلاميشن في البريكارديوم هيبقى اسمه بيريكارديتس، طبيعي جدا. زي ساينوسايتس التهاب في الجيوب الانفيه. ابندسايتس التهاب في الزائده الدوديه. اي حاجه ايتس في الاخر معناها انفلاميشن، فبيريكارديتس معناها انفلاميشن اوف ذا سيروس بيريكارديوم. معناها ان السيروس بيريكارديوم ده الساكن اللي بين الفيسرال والبلايتال اتملت بفلويد يختلف عن السيروس فلويد العادي. اتملت بفلويد ايه؟ يختلف عن السيروس فلويد العادي. فلما تتملي بفلويد عباره عن صديد لا قدر الله او دم او وات ايفر هيقوم البرايتال لاير لازقه في الفيسرال لاير. فكل ما الهارت يجي كونتراكت تسمع انت صوت بالسماعه، تسمع حاجه اسمها فريكشن راب، كان حاجتين بيحكوا ببعض. فريكشن راب يعني تو ستراكشرز بيخروشوا بيحكوا ببعض علشان السيروس فلويد تحول الى اكسوديت بتاع انفلاميشن، يعني فلويد بتاع انفلاميشن وبقى فيه رفنس
في اللايرز بقت خشنه، ما بقاش القلب بيتزحلق بسهوله، بقى كل ما القلب يا عيني كونتراكت تسمع انت بالسماعه فريكشن رب احتكاك. قال لك طب والله الفلويد ده لو زاد زياده عن اللزوم هيحوط بالقلب داير ما يدور ويضغط عليه، يقوم ضاغط على الرايت اتريوم، يخلي الرايت اتريوم مش قادر ياخد نفسه في الدايستول، مش قادر يملى بالفينس ريتيرن، يعني القلب يبقى مضغوط يبقى مخنوق. دي اسمها كاردياك تامبوناد بسبب الاكسس اكيوميليشن اوف فلويد انسايد ذا بيريكارديال ساك، اسمه كاردياك تامبونات. طب هنسيب الراجل مخنوق كده ومش عارف ياخد الفينوس ريتيرن بتاعه، ولا القلب عارف يتحرك ولا عارف يكونتراكت؟ قال لك لا، بنعمل حاجه اسمها بيريكارديو سينتيزز، زي الامنيو سينتيزز اللي احنا خدناها في الامبريولوجي، يعني بحط ابره واسحب امنيوتيك فلويد. هنا بقى هحط الابره واسحب ايه؟ بيريكارديا فلويد. هستفيد بالبير اريا اوف ذا بيريكارديوم. حد فاكرها؟ اه يا دكتور احنا كلنا فاكرين لسه ما نسيناش. حضرتك قلت لنا ان الليفت لانج بتيجي كده عند الكوستال كارترج رقم 4، تقوم منحرفه الى اليسار لحد الكوستال كارترج رقم 6، وبعدين تنزل تكمل كده. شايفينها اللي باللون البامبي اللي ورا دي؟ ادينا رسمتها لك اهو عشان تاخد بالك منها. وسمينا النوتش ده ايه؟ كاردياك نوتش. فبقى البريكارديوم في الحته دي ورا الضلوع عريان، مفيش حاجه مغطياه، اسمها بير اريا وذا بريكارديوم. يوم الدكاتره الناصحين يقول لك هنجيب ابره وندخلها في الفورث، في الفيفث او السيكث انتركوستال سبيس، يا في الخامس يا السادس انتركوستال سبيس جنب الاسترنم على طول، علشان اخرم الاكسترنال انتركوستال ممبرين، ثم الانترنال انتركوستال مصل، ثم الاندوثوراسيك فاشيا، ثم الفايبرس بريكارديوم، والبارايتال لير اوف ذا سيروس بريكارديوم. تقوم الابره وتوصل فين؟ الابره توصل لهذا البريكارديال ساك، تسحب الفلويد الزياده. اتفقنا يا شباب؟ يبقى يقوم جاي لك كيس كده في الامتحان بمنتهى البساطه، يقول لك راجل جاله اكيوميليشن اوف فلويد وحصل له بريكارديال افيوجن، يقوم الدكتور عمل له عمليه اسمها بريكارديو سينتيزز. عمليه اسمها ايه؟ بريكارديو سينتيزز. تقوم انت أول سؤال في الكيس definition of pericardiosynthesis، تقول it's a procedure by which the excessive pericardial fluid can be aspirated by a needle. السؤال اللي بعديه which site you can insert the needle، تقول له والله يا دكتور في الفيستا أو السكس intercostal space beside the sternum to the left. Explain your answer because this is the bare area of the pericardium. ماشي يا شباب؟ أتمنى يكون فهمنا البريكارديوم بالابلايد اناتومي بتاعه. معلش يا اولاد هي محاضره سريعه شويه، بس هو فعلا البريكارديوم ما فيهوش اهم من اللي احنا قلناه ده.